في مؤشر على تحسن الاقتصاد المصري، تأتي توقعات البنك الدولي أن يصل معدل النمو في مصر إلى 5.8% في عام 2020 مدفوعاً ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل. كما توقع البنك في تقريره الأخير أن يسجل معدل النمو الناتج المحلي نسبة 5% في العام المالي 2018 و5.5% في عام 2019. وارتباطا بذلك أجمع الاقتصاديون على نجاح إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي في دعم وتعزيز مؤشرات الاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة، لافتين إلى التحسن التدريجي في كل قطاعات الاقتصاد من زيادة في معدلات النمو واحتياطات النقد الأجنبي وتراجع معدلات البطالة. وأكدوا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يجري تنفيذه بدعم من القيادة السياسية وبالتزامن مع تنفيذ خطط للرعاية الاجتماعية لتلافي أي آثار قد تترتب على هذه القرارات، مشيرين إلى أن نجاح تنفيذ هذا البرنامج قوبل بإشادات متنوعة من جانب العديد من المؤسسات الدولية المعنية اقتصاديا. وأشار آخرون أن رفع البنك الدولي لتوقعاته للنمو في مصر سيساهم في رفع معدلات الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة. وطلب البعض بضرورة الاهتمام بالقطاعات الاقتصادية التنافسية للاقتصاد المصري مثل الصادرات والسياحة. ويرى البعض الآخر أن مصر تسعى للاستفادة من الاستثمار في القطاعات التي تساهم في خلق المزيد من فرص العمل، لافتين لأن البنك الدولي يتناقش مع الكثير من المستثمرين ممن يبدون تفاؤلهم تجاه السوق المصرية. أهلا بكم مرة ثانية. أهمية هذه التقارير يعني بيبقى لها بالتأكيد دلالة هامة ولها تأثير سواء في الداخل أو الخارج على الوضع الاقتصادي، على الاستثمارات الأجنبية، تدفق هذه الاستثمارات، صورة مصر في الخارج، وبالتالي تأثير ذلك على المستثمرين الأجانب في إقبالهم على الاستثمار في مصر. مهم كمان أن احنا نشرح للمواطن المصري فحوى هذه التقارير إلى ما تشير، علشان الناس تبقى يعني مطمئنة أن يعني البرنامج الاقتصادي، برنامج الإصلاح الاقتصادي اللي بتقوم به مصر دلوقتي تأثيره الحمد لله إيجابي، وأنه ما يتحمله المواطن من أعباء في سبيل إنجاح هذا البرنامج يعني له صدى إيجابي بإذن الله. خلينا ندخل في تفاصيل التقرير عشان نعرف دلالات الأرقام اللي ذكرت في هذا التقرير. وخليني أرحب بضيفتي الكريمة الدكتورة شيماء سراج، الخبيرة الاقتصادية. أهلا بك دكتورة شيماء. أهلا بحضرتك. أهلا بك. أولا يعني بصفة عامة، مصداقية هذه التقارير اللي بتصدر عن مؤسسات اقتصادية دولية، خاصة حين نتحدث عن البنك الدولي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر حضرتك على الاستضافة الكريمة، وأحب أهني الشعب المصري بذكرى انتصارات أكتوبر، وإحنا جايين نحتفل النهاردة برضو بانتصارات اقتصادية. لما نيجي نتكلم عن التقارير الدولية، معنى كده هوت لما يتكلموا بصورة إيجابية عن الاقتصاد المصري، يبقى هم فعلا شايفين أن في مؤشرات إيجابية يشهدها الاقتصاد المصري. التقرير أكد أن معدلات النمو ستتجاوز 5%، ممكن تصل إلى حوالي 6% خلال العام القادم بإذن الله. التقرير أشاد بالتوجهات الاقتصادية وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وأشاد كذلك بتخفيض معدلات التضخم وتخفيض معدلات البطالة في السوق المصرية. ده كله ليه مؤشرات ودلالات إيجابية جدا على الاستثمار القادم بالنسبة لمصر. التقارير الدولية ديت ما نقدرش نقول ان هي ممكن تجامل دولة، تمام؟ هي ممكن يعني تنقد الاقتصاد الامريكي ذات نفسه. التقرير ده مش اول تقرير يتحدث ايجابيا عن الاقتصاد المصري، سبقه في تقرير صادر برضو لاحد المؤسسات التصنيف الائتماني، وكان تم رفع التصنيف الائتماني لمصر من مستقر الى ايجابي. يعني ايه تصنيف ائتماني؟ يعني المفروض ان هو قدرتك على الوفاء لالتزاماتك للعالم الخارجي انت فيه تحسن، يعني انت اقتصاد قادر على الوفاء بالتزاماتك الى العالم الخارجي، قادر على سداد ديونك، قادر على سداد الاقساط والفوائد اللي انت المفروض ملتزم بيها وبتستخدمها في النواحي الاقتصاديه والتنمويه في الدوله المصريه.
ايه المعايير اللي بيستند اليها التقرير ده في يعني في تقييمه علشان يخرج بهذه الارقام؟ والله هو بيعتمد على مؤشرات ثابتة، هي مؤشرات الاقتصاد الكلي. يعني ايه مؤشرات الاقتصاد الكلي؟ اللي بتشرح المؤشرات اللي بتشرح احوال الاقتصاد عاملة ازاي. احنا الناتج المحلي ايه اخباره؟ لا، هيبص المؤشرات الناتج المحلي او قيم الناتج المحلي. قيم الناتج المحلي في تزايد، يعني احنا في تزايد السنة اللي فاتت غير السنة دي، في تزايد في الناتج المحلي، يعني معنى كده حققنا معدل نمو مرتفع. تمام، انت معدل النمو عندك كان بعد 2011 احنا كنا 1.8 من 10. تمام، وبدات فيه كان في هروب للاستثمارات والاقتصاد بدا ينحدر. تمام، بعد الاصلاح الاقتصادي خلينا نقول ان احنا قبل 2011 كمان كنا 7.5 يعني 7.5% قبل 2011. يعني انت كنت خلاص المفروض ان انت هتتخطى كل الازمات الاقتصاديه. فحصلت 2011 الاقتصاد انحدر، الاقتصاد المصري تراجع وتصنيفك الائتماني برضو تراجع. تمام، جينا بعد 2011 طبعا الاحداث اللي مرت بيها البلاد دي كلها، بعديها بعد تولي فخامه الرئيس السيسي وتطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي بدات مؤشرات الاقتصاد المصري في النمو. دلوقتي عندنا يعني بعد ما شفنا مؤشرات سلبيه للاستثمار ومعدلات النمو برضو كانت في انخفاض، دلوقتي احنا شايفين ان معدلات النمو الاقتصاد المصري الناتج المحلي وصل معدل النمو الى 5.2 من 10، ومتوقع ان هو يصل الى حوالي 6% خلال العام القادم باذن الله. التقارير اللي زي ديت زي ما قلت لحضرتك بتستند الى مجموعه من المعايير. اول حاجه الناتج المحلي، معدل نمو الناتج المحلي، فاحنا اطمننا منه ان احنا الاقتصاد بتاعنا بينمو. تيجي تبص لك على معدل التضخم، التضخم ايه اخباره؟ يعني ايه تضخم؟ التضخم يعني ارتفاع الاسعار. تمام، يعني الناس عايزه منتجات والمنتجات مش موجوده في السوق. تمام، وبالتالي بيحدث ارتفاع في الاسعار. احنا بعد التعويم وصل معدل التضخم في مصر حوالي 35%، الاكل والشرب بس معدل التضخم بتاعه وصل حوالي 45%. انت دلوقتي معدل التضخم الحمد لله انخفض، معنى ان هو بينخفض، يعني معنى كده ان اقتصادنا دلوقتي احنا وصلنا 14 ومتوقع ان هو ينخفض عن 10% خلال العام القادم باذن الله. طبعا احنا يعني انا هستكمل معاكي المعايير. تمام، بس يعني تحديدا في النقطة دي البنك الدولي في التقرير كاتب انه هيسجل معدل تضخم 14% في عام 2019 وهينخفض ل 12% في عام 2020. هو بيبقى فيه يعني قيود شوية، هو ممكن يديلك يعني ايه النظرة اللي هي ايه الأسوأ، انما احنا وفقا للمعايير بتاعتنا ممكن ان احنا ننخفض او الدولة تستهدف ان احنا ننخفض الى 10% ويمكن اقل كمان من 10% خلال نقول 2019-2020 بإذن الله. معدلات التضخم ستكون اقل من ذلك. طب احنا خلينا نقف عند الناتج المحلي وعند التضخم عشان نستكمل المعايير اللي استند اليها هذا التقرير، عشان بس نطلع لموجز لاهم واخر الانباء. تمام، مع الزميله دينا ابو الفتوح، موجز الانباء. أهلا بكم مرة تانية، ونستكمل حديثنا عن تقرير البنك الدولي من المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اللي بيتحدث عن الوضع الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وما يخص مصر. توقع بمعدل نمو يصل إلى 5.8 من 10 2020. وبرحب مرة أخرى بالدكتورة شيماء سراج الخبيرة الاقتصادية، وكنا بنتكلم قبل الموجز على المعايير اللي استند إليها البنك في تقريره للوصول إلى هذه الأرقام. تحدثت حضرتك عن معيارين حتى الآن، معدل الناتج المحلي، الناتج المحلي والتضخم. تمام، حاجة تانية بيستند إليها إلى بالإضافة إلى المعيارين دول، معدل البطالة وصل لإيه؟ فإحنا عندنا معدل البطالة انخفض، يعني أنت كان حوالي 14 دلوقتي وصل حوالي 10%، وفي طريقه إلى أن هو ينخفض بدرجة أكبر. الرقم ده بقى صادر عن مين؟ لأنه ده رقم كبير، 4% ده. لا، 10%. 4% فرق من 14 ل 10. 14 السنه اللي فاتت او 13 وشويه السنه اللي فاتت، ده صادر عن الجهات الرسميه المصريه. تمام، وفي
السنة الحالية المفروض أنه هو وصل حوالي 10% معدل البطالة وفقا للبيانات الرسمية المصرية. اعتمد البيان كمان أو التقرير الصادر عن البنك الدولي إلى عجز الموازنة تمام، فهو قال لك ان هو في متوقع ان هي تنخفض عجز الموازنه خلال الفتره القادمه او خلال العام القادم، ولقى ان التوجه الى عندك حقل ظهر اشار اليه وقال ان دوت هيوفر على الموازنه المصريه. انت كنت بتستوردي المفروض غاز طبيعي، فبعد الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي فانت قيمه الاستيراد خلاص دي تتوفر بالنسبة للموازنة العامة للدولة. وأشار برضو إلى احتمال أو تركب الازدهار في قطاع السياحة بإذن الله. أنا من وجهة نظري أن قطاع السياحة سيشهد طفرة خلال الفترة المقبلة نتيجة الأمن عندنا بقى أفضل كتير، أو إحنا قدرنا في السيطرة الأمنية على البلاد عموما، وقدرنا أن إحنا نكافح الإرهاب في شمال سيناء، فانت جففتي منابع الارهاب، وبالتالي فانت متوقع باذن الله يبقى في تدفق اكبر للسياحه خلال الفتره القادمه. اسعدني جدا، حابه ان انا اشير لحاجه، اسعدني جدا تقرير او تصريح لاحد الخبراء الروس قال ان يعني بما معناه ان خلال الفتره القادمه باذن الله او خلال الموسم السياحي القادم باذن الله ان الطيارات مش هتكون كافيه لنقل السياح الروس الى مصر، بما معناه ان السياحه الروسيه الى مصر ستشهد طفره خلال الفتره المقبله باذن الله. ان شاء الله. فيما يتعلق بنقطه التضخم، التضخم يعني في اشاره ان هو بيتراجع، وتراجع التضخم لا يعني تراجع الاسعار، هو يعني تراجع وتيره ارتفاع بالظبط الاسعار بالظبط. فدي نقطه عشان الناس ما يحصلش عندها ايه لبس في المصطلح. ولكن هل التضخم في حد ذاته ما بيأثرش على الانتاج؟ بيأثر على الانتاج. هنرفع سعر الفايده احنا بالظبط. احنا الانتاج مرتبط بانخفاض سعر الفايده. احنا في دول بتحط زيرو فوائد او صفر فائده بالنسبه للمشروعات الانتاجيه دوت لتحفيز او لزياده الانتاج. احنا بعد التعويم الاقتصاد بتاعنا عانى من حاله اسمها ركود تضخمي تمام. ركود تضخمي، ركود يعني ما فيش انتاج. طب انت عايزه تنتجي، طيب التضخم معنى كده هو ان انت عايزه تجبحي الناس، بمعنى ان الطلب ازيد من العرض، يبقى انت عايزه تلمي الفلوس اللي مع الناس، فانت عايزه ترفعي الفايده تمام. ركود يبقى انت عايزه تنتجي اكتر، يبقى انت عايزه تقللي الفايده. طب هيعملوا ايه يعني؟ البنك المركزي هيتعامل مع الحاله ازاي ديت؟ يعني عايز يرفع الفايده وعايز ينقص الفايده في نفس الوقت. راح عامل لك رفع الفايده نتيجه التعويم، ان احنا عندنا بدا معدلات التضخم ترتفع، فرفع معدلات الفايده الى وصلت ل 20%. احنا انخفضت دلوقتي الحمد لله نتيجه تحسن المؤشرات الاقتصاديه، وفي نفس الوقت عشان يشجع الانتاج خفض لك او عمل مبادرات البنك المركزي لتشجيع الانتاج وتشجيع المشروعات الصغيره والمتوسطه، وكانت الفايده تتراوح من 5-7% بالنسبه للمشروعات الانتاجيه. فهو مسك العصايه من النص، رفع الفايده بالنسبه للافراد العاديين لو كانوا هيشتروا سلع رفاهيه او حاجه، بحيث يقدر ان هو يسيطر على التضخم ويقلل من معدلات التضخم، وفي نفس الوقت قلل الفايده بالنسبه للمشروعات اللي عايزه تنتج، ان هو يطلع البلد من حاله الركود اللي هي موجوده فيه. طيب في دلوقتي وضع في منطقة الشرق الأوسط، في تركيا ارتفاع سعر الفايدة هناك، ويعني الخبراء بيقولوا أن هذا الارتفاع في سعر الفايدة في تركيا له تأثير على الأسواق الأخرى في المنطقة. هل من الممكن أن يضع البنوك المركزية الأخرى في الدول الأخرى في مأزق أنها تضطر أنها ترفع سعر الفايدة عشان تجاري هذا الوضع، أو تأثيره إيه علينا؟ أقول لحضرتك، رفعت السعر الفايدة في تركيا، أو تركيا لما رفعت سعر الفايدة معنى كده عندها مشكلة تمام؟ إحنا خفضنا سعر الفايدة، إحنا كان عندنا مشكلة قبل التعويم، وبالتالي مع التعويم رحنا رافعين سعر الفايدة. بدأت مؤشرات الاقتصاد عندنا تتحسن، فبدأنا نخفض سعر الفايدة. في تحسن إضافي المفروض نخفض سعر الفايدة أكتر، بس ده ما حصلش. إحنا ثبتنا سعر الفايدة عندنا، ودوت
تحسبا للمخاطر سحب الاستثمارات الأجنبية من الأسواق المصرية. عايزة ألفت نظر حضرتك لحاجة، إن معنى كلمة رفع سعر الفايدة في تركيا زي ما قلت لحضرتك إن عندها مشكلة. الفلوس اللي راحت من مصر أو من أي دولة ناشئة إنها تستثمر في السوق التركي دي تبحث عن الربح، والربح فقط ليس إلا هي بتستثمر في أذون الخزانة يعني تحديدا لأنها بتدور على الربح. وبعدين ديت اموال قصيره الاجل، يعني دي مش استثمارات طويله الاجل، سندات مثلا سحبت فلوسها او حاجه، لا ده ديت اموال قصيره الاجل تبحث عن الربح السريع وما يهمهاش المخاطر، يعني ما يهمهاش ان العمله مثلا التركيه مهدده بالانهيار. تمام، بس في بعض الخبراء بيقولوا ان الوجه الاخر للموضوع انه لازم بيكون في صحيح في بحث عن الربح السريع وبيجروا ورا، يعني يطلعوا من سوق لسوق بحثا عن الربح، ولكن ينظر ايضا الى نسبه المخاطر للتصنيف الائتماني لسعر الصرف في الدوله، يعني برضو في عوامل اخرى بينظر اليها، وده مش هيصب في صالح الجانب التركي في صالح الاسواق الاخرى. بالظبط، يعني اللي هيدور على الربح المضمون او الامن اكيد هيتجه الى الدول ذات الفائده، مش هقول لحضرتك يعني اللي هي صفر مثلا، لا اللي هي الفائده المعتدله. تمام، انما ان هي تروح تحط فلوسها في الدول اللي هي ذات الفائده المرتفعه بالطريقه ديت زي تركيا وصلت 24%، فهي بتبحث عن الربح والربح فقط مش اكتر من كده. طيب خليني برضو اسال حضرتك على الحكومه المصريه اللي يعني اشارت الى خطتها في للتنمية في الفترة القادمة، والحقيقة يعني قريت تقرير صادر عن الوزارة عن وزارة الاستثمار، أعتقد بتتكلم على المجالات اللي هي الوعيدة اللي بتعتمد عليها الدولة أو بتعول عليها في الفترة القادمة، يمكن قطاع البناء والتشييد أحد هذه القطاعات، وهنا بيدور الحديث يعني فعلا قطاع البناء والتشييد واعد في مصر وفي استثمارات كبيرة، ولكن أيضا البعض يتحدث عن مخاوف من مما يطلق عليه الفقاعة العقارية. بصي اقول لحضرتك انا من انصار قطاع التشييد والبناء الى ابعد مدى. تمام، الفراعنة لما حبوا كان في فترة من الفترات عندهم ركود او في بطالة، تمام، عارفة عملوا ايه؟ رفعوا او حاولوا ان هم يعني بنوا الاهرامات في الفتره ديت عشان يطلعوا من فكره في بطاله عندهم او في ناس مش لاقيه وظائف، فبداوا ان هم يبنوا الاهرامات عشان يطلعوا من الموضوع دوت. بالنسبه لمصر انا عن نفسي انا شايفه ان قطاع التشييد والبنى هو كان حل ما نقدرش ان احنا نتغاضى عنه، كان هو دوت الحاجه الوحيده اللي احنا نقدر نطلع بيها من مشكلة ارتفاع معدلات التضخم، وعندك كان بعد التعويم ارتفاع معدلات البطالة، فانت كل دوت ما كنتيش هتقدري ان انت تعالجي الأزمة ديت غير من خلال المشروعات القومية. طب خليني أسأل حضرتك عن يعني تأثير هذا التقرير على المستثمرين وتدفق الاستثمارات الأجنبية في مصر، هل بيؤخذ به أو بينظر له بعين الاعتبار من قبل المستثمرين الأجنبيين؟ أكيد طبعا، يعني أنا لما أجي أقول أن قطاع التشييد من القطاعات الواعدة، تمام، أكيد هيكون ليه تأثير إيجابي. وبعدين أنت لما بتتكلمي على التشييد والبنى أنت مش بتتكلمي على قطاع التشييد والبنى لوحده، لا، قطاع التشييد والبنى ليه روابط خلفية وروابط أمامية. يعني إيه؟ يعني هو بيتأثر بالقطاعات المختلفة، تمام، اللي هي تعتبر مدخلات إنتاج ليه، وبيؤثر على القطاعات المختلفة اللي هي ممكن اللي هي تبقى يرتبط بيها، زي مثلا ممكن الأساس عندك، الأدوات الأدوات الكهربائية، يعني اي حاجه بقى، انت مش بتبني حيطان وخلاص، لا، انت اي حاجه داخله فيها من اول مواد البناء لغايه لما بتاسسي المباني دي نفسها، ما دي كلها قطاعات اقتصاديه، فهو بيشد باقي الاقتصاد كله، مش مجرد ان انت بتبني مباني وخلاص على كده.
شكرا لحضرتك جزيل الشكر على هذا التحليل الوافي لهذا التقرير. دكتورة شيماء سراج الخبيرة الاقتصادية، نورتينا يا فندم في هذه الفقرة. مرسي حضرتك. مشاهدينا الكرام، استكمالا لاحتفالاتنا بنصر أكتوبر العظيم، حديث الآن حول دور الدراما في يعني تأسيس الجيل الجديد وترسيخ الصورة الذهنية للأجيال الجديدة عن حرب أكتوبر العظيمة وهذا النصر العظيم. ماذا قدمت الدراما والفن والثقافة خلال الأعوام الماضية، وماذا يمكن أن تقدم أيضا في الأعوام القادمة؟ بعد قليل حديث مع أستاذ محمد نبيل رئيس تحرير سلسلة العبور عن الفن والدراما.